عايزين نعرف منك ازاي ان احنا نقدر نواجه الشعب المصري بالثقافة، نوعي الثقافة عنده والحضارة بتاعته ازاي؟ أنا رأيي الحقيقة أنه الثقافة بشكل عام والفن بشكل خاص بيلعب دور كبير جدا جدا في تشكيل عقول ووجدان الناس، وأنا أعتقد أنه لا يقل أهمية عن رغيف العيش. إذا كان رغيف العيش أو الخبز هو غذاء للمعدة أو غذاء للبني آدم، فأيضا الثقافة بشكل عام والفن بشكل خاص هي غذاء للروح ولعقله ولوجدانه ولتشكيل هذه العقلية وهذا الوجدان. بعد مصر بتمر مرحلة انتقالية في منتهى الأهمية ومنتهى الخطورة، والثقافة بتلعب دور كبير أو يجب أن تلعب دور كبير جدا في هذه المرحلة. النخبة المثقفة في مصر والمبدعين، عشرات ومئات المبدعين الموجودين سواء في الفن أو في الأدب أو في الشعر أو في الألوان الفنون والثقافة بشكل عام، عليهم عبء وعليهم دور كبير جدا جدا في هذه المرحلة لزيادة وعي الناس ولمحو أميتهم السياسية والدينية والاجتماعية. طبعا للأسف الشديد احنا بنمتلك ثقافة العالم، ودي حقيقة. وهقول لك ليه بقول للأسف، لانه احنا بالورقة والقلم كده نعتبر ان احنا بنمتلك ثقافة العالم. لو اتكلمت عن الاثار، وانا بعتبر الاثار موروث ثقافي في المقام الاول، فاحنا اكبر بلد في العالم تمتلك اكبر كمية اثار موجودة في العالم كله، واكثرها قيمة واقدمها تاريخا او حضارة. لو اتكلمنا عن المسرح، احنا اقدم مسرح عرفه البشرية او عرفه التاريخ. ايام ما كان المسرح ده بدأ كطقوس وشعائر دينية ما زالت منقوشة على جدران المعابد الفرعونية لغاية النهاردة، اتطور بعد كده للشكل الإغريقي ثم الروماني لغاية ما وصل للشكل الحالي. لو كلمنا عن السينما، احنا تاني بلد في العالم عرفت صناعة السينما بعد فرنسا، والفرق بيننا وبين فرنسا يمكن سنة. عمر صناعة السينما النهاردة أكتر من 119 أو 120 سنة تقريبا. لو كلمنا عن التأليف والترجمة، فاحنا أقدم بلد عرفت حركة التأليف والترجمة على مستوى العالم والدنيا كلها. إذن احنا بنمتلك ثقافة العالم. هذا الموروث الثقافي والحضاري هو اللي حافظ على هوية مصر بكل ما تحمل من عادات وقيم وتقاليد طوال هذه السنين، رغم مرور مصر بكل أشكال الاستعمار، من أول الأحمس، من أول الهكسوس اللي طردوا من مصر أحمس، لغاية مرورا بقى بالمماليك العثمانيين، الإنجليز، الفرنسويين، الإسرائيليين، وكل استعمار من دول كان ليه ثقافة مختلفة ولغة مختلفة، ومع ذلك ما قدرش يمسخ الهوية المصرية بكل ما تحمل من عادات وقيم وتقاليد ولغة. اللي حافظ على هذه الهوية هو هذا الموروث الحضاري والثقافي اللي احنا بنمتلكه من آلاف السنين. مش هتكلم عن عشرات ومئات المبدعين السابقين، عشان دايما يقولوا ان احنا بنتغنى بالماضي. لا، انا بتكلم على دلوقتي اللي هم مازالوا احياء وعلى قيد الحياة، ربنا يديهم الصحة وطولة العمر. عندنا جيش من المبدعين والمثقفين في كل المجالات، مش عايز اقول اسامي كتير انا هنسى اكيد اسامي، لكن في الشعر وفي الادب وفي التمثيل وفي الغناء وفي الموسيقى، في الاوبرا، في باليه، في الفن التشكيلي، في كل أشكال الإبداع والفنون، عندنا عشرات بل مئات المبدعين القادرين على تشكيل عقول ووجدان الناس. لكن وأنا بقول بقى لكن هنا، وبقول للأسف مش كل هؤلاء المبدعين والفنانين عندهم هذا الوعي بقيمة الثقافة والفن في مصر وبخطورة الرسالة اللي ممكن تحملها للثقافة. في حالة تقاعس أدت إلى وحالة انعزال أدى إلى تدني في مستوى كثير من أشكال الإبداع. تدني ممكن موجود باللحظه في السينما، في كثير من الأفلام، باللحظه في المسرح، باللحظه في الدراما التلفزيونية، باللحظه في بعض أو كثير للأسف الشديد من الأغاني الهابطة. صحيح في بعض الشرفاء من المبدعين بيقدموا أعمال لها قيمة وأعمال جادة، لكنها قليلة بالنسبة لطوفان الأعمال الغير جادة. يعني ف الآن الأوان بقى أنه يبقى فيه ميثاق شرف بين كل المبدعين ووعي و و و
وإدراك لقيمة وخطورة الرسالة الفنية وما تعنيه لوجدان وعقول الناس في مصر. فما نقدمش إلا الأشياء اللي فعلا تغوص في مشاكل وهموم الناس وتحاول تطرح حلول ليها ترتفع بمستواهم الفكري والحضاري والثقافي والأدبي واللغوي، ترسخ عاداتنا وقيمنا وتقاليدنا وتؤكد على هويتنا المصرية. أعتقد هي دي وظيفة الفن، خاصة في بلد نامي زي مصر مليء بالمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وده يعني وظيفة المبدعين، بل رسالتهم، بل الواجب المنوط بيهم والمسؤولية الملقاة على أكتافهم وعلى كاهلهم. في دور للأسرة المصرية تأثر على الثقافة؟ أكيد أكيد الأسرة عليها عامل كبير جدا جدا، كل أب وكل أم مع ولاده ومع في بيته، أنه يحفزه ويحمسه على القراءة، على الإقبال على الأعمال الجادة، على نبذ كل الأعمال المبتذلة. لكن وظيفة المبدعين والمثقفين والقائمين على المهنة الفنية أكبر وأخطر، لأنه بقى عندنا سماوات مفتوحة، عندنا فضائيات كثيرة، عندنا نت، عندنا وسائل اتصال كثيرة جدا جدا موجودة، بيتعامل معها الشاب أو الفتاة بشكل مباشر بعيدا عن رقابة الأسرة وبعيدا عن رقابة المدرسة. فلازم يحصل عملية وعي عام أو شامل في كل هذه وسائل الاتصال المختلف. لازم نعيد أنواع النشاط، كل ألوان النشاط الفني والثقافي والأدبي مرة تانية لمدارسنا وجامعاتنا ومعاهدنا، عشان نخلق جيل من المتذوقين للعمل أو للإبداع الجاد، وعلشان يبقى معامل تفريخ لكثير من المبدعين في كل المجالات في المستقبل. لازم نعيد أيضا تنشيط كل أصول الثقافة الموجودة في كل محافظات مصر، وإنشاء أصول ثقافة في الأماكن اللي ما فيهاش، وتتحول هذه أصول الثقافة والبيوت الثقافية لمركز إشعاع حضاري والثقافي أو مراكز إشعاع حضاري وثقافي للإقليم كله، والقائمين عليها يبقوا لازم مؤمنين بالرسالة دي وعلى صلة وثيقة بالفن والإبداع، مش بعاد عنها. يعني مش نهتم بس فقط بإقامة المكان أو المبنى، لكن القائمين عليه يبقوا دون المستوى أو ما لهمش علاقة بالفن أو بالثقافة. دي مسألة مهمة قوي قوي، لأن فقد الشيء في النهاية لا يعطيه. فأعتقد أنه لما بنعيد النشاط ده مرة تانية، لما بنعيد تفعيل قصور الثقافة مرة تانية، لما نعمل قوافل نور يبقى فيها موسيقى ويبقى فيها غناء ويبقى فيها شعر ويبقى فيها مسرح وتجوب كل محافظات وأقاليم مصر، ولما يبقى كل مبدعنا وكتبنا الكبار مشاركين بشكل كبير جدا ومكثف في مؤتمرات وندوات بتعقد في كل جامعات مصر، في كل الأقاليم، في كل المحافظات، ويبقى في تواصل مباشر بين هذه النخبة وبين هؤلاء المبدعين وبين الناس، أعتقد أن كل هذه الأشياء ممكن تنهض بالثقافة بشكل عام والفن بشكل خاص، ونشوف مصر أفضل في المستقبل إن شاء الله.